أعظم عمل صالح هو توحيد الله، وأقبح عمل وأسوأ عمل هو الشرك بالله. فأعظم طاعة التوحيد، وأعظم معصية الشرك، أعظم معروف التوحيد، أعظم منكر الشرك. فليكن أول أولوياتك في أمرك بالمعروف التوحيد، وأول أولوياتك في النهي عن المنكر الشرك. ورجل لا يفرح ولا يهتم بالعناية بالتوحيد والتحذير من الشرك لا خير فيه. ودعوة أو جماعة لا تهتم بالدعوة إلى التوحيد بالتفصيل والتحذير من الشرك بالتفصيل لا خير فيها، وليست على منهاج النبوة. فمنهاج النبوة الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. ومن يغيظه نشر التوحيد والتحذير من الشرك هذا رجل في قلبه مرض مريض، يبغض دعوة الأنبياء والرسل. ما أشقاه